وكذلك حفظك الله يقول وقوله سبحانه وإن تعجب فعجب قولهم، هل هذا من نصوص الصفات؟ هذا ما هم منسوب إلى الله، إن تعجب أيها الرسول فعجب قولهم، لمن يتعجب، عجب لمن يتعجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، لكن فيها حديث تدل على إثبات العجب لله، عجب ربك من قنوط عباده، فيها حديث تدل على أن الله يعجب. نعم.